عليك تذكار القديسين. امنحنا معيلة ذكرى من نهار مارون التي اختار عيش الزهري وصفاء روحي ونهتف قائلين: هوذا لك يا ابن مارون يا من وقعت نفسك من حوليك حتى زمن صعب ما كان هالقد حلو، اضطهاد على الكنيسة من برا وانشقاقات من جوا، واكثر من هيك كان الفساد مثل ايامنا ضارب وين ما كان، لدرجة انه هيدا الشاب اقتنع انه يمكن ما بقى قادر يعمل شيء، ما بقى طالع بايده يعمل شيء لأخوته لأهله حتى لحاله، دنيا فاسدة، بيقوم بيقرر يترك هالدنيا يطلع يقعد على راس الجبل يعيش هو والله، يمسط مع ربه وخلص. يا خيي بدكم تخسرون الدنيا، خيي بخسرها ما لنا مشكلة، بس تركوني ارتاح مع الله. هيدي كانت الفكرة، ومارون كان مفكر ان القصة بتنتهي هون، هو بيطلع على جبل قورش بيمضي حياته على الرواق ومن بعد منه خلص فوق ارتاح انبسط صار بعلاقة مع ربه. بس كانت القصة كلها هون انه رفقاته شباب وصبايا اللي كان بعدهم بالمدينة عرفوا انه مارون مبسوط. بالأول صاروا يطلعوا لعنده بس تيشوفوه تيزوروه تيصلوا معه تيعترفوا عنده تيسترشدوا عنده اللي بدكم ياه. على قد ما لقيوه مبسوط قالوا له نحن ما بدنا ننزل، خيي مثلك بدنا نعمل، بدنا نقعد معه. مارون قالوا خيي ما نجي منكم، بتقعدوا ما بتقعدوا صفر، الواحد يعمل خياره. بس الشيء الغريب وين؟ انه بعد فترة وكتير قصيرة المدينة صارت فوق وتحت صارت صحراء، نقلوا كل الشباب وقعدوا فوق. هيدا هو قوة اختبار مارون ويمكن الكنيسة المارونية، انه نحن بدنا نتمسك بالله وهو يلي بيعطينا كل شيء. بدونه مثل هيديك المدينة صحراء نخسر كل شيء، ومعه
حتى ولو كنا بصحراء هيدي الصحراء بنعملها جنة. وكل تاريخ الكنيسة المارونية كان هيك. قويت هالجماعة لدرجة انه صارت بالحقيقة تشكل خطر على كل اللي حواليها. باللبناني بنقول صارت حصرمة بعين كل الناس. واضطهدوها وجربوا انهم يكسروها، ولانه هؤلاء تلاميذ مارمارون ضلوا متمسكين بقوتهم بسلاحهم الوحيد واللي هو الله. قدروا وين ما كان بوادي النوبين على راس التلات، وين ما كان قدروا حقيقة يصمدوا، لأنه الله كان معهم، ولأنه بقي معهم، ولأنه عطاهم القوة. أخوتي أنا وياكم اليوم بدنا نرجع نعمل زاد الاختبار. نحن اليوم العالم المدني غيرنا أفكارنا، صرنا مفكرين ببعض الأوقات إنه الله ما له قيمة. اليوم أوقات بنوقع بتجربة إننا نقيس كل شيء بقديه حقه، بقديه سعره، ونقيس الناس بقديه معهم مصاري بجيبهم. بس تعطى لكم ليكو عم نعمل هيك، مبسوطين يا عيني، مكيفين يا روحي. طب ما عم نعمل ذات الاختبار، ما عم نشوف اليوم حتى العيال كيف عم تفرط من وراء الحسابات المادية، لأنه كله مبني على شو بيطلع لي وشو بيطلع لي، وكلنا مزعوجين. لذلك اليوم مرمالون عم يرجع يعيط لكل واحد منا. فهم القوة هي الله، وقت اللي بتتمسك فيها انت الربحان. اخوتي انا وقت اللي بآمن بكون عم بعمل مصلحتي. كمان اوقات عنا ناس بيصيروا ربحوا الله بالنية انهم مآمنين، لا يا عيني لا، لا يا ربي لا. انا وقت اللي انا عم بتمسك بالله انا عم بنبسط، انا عم باخذ القوة، هيدي مصلحتي. واليوم نحن مدعوين ان نعملها. وهيدي الفكرة كتير أساسية نقدر نعيشها، خاصة بزمن الصوم. تعرفوا زمن الصوم قديه يكون في وقت أن نرجع للصلاة، نرجع للتوبة، نرجع للرياضات الروحية واللي بدكم إياه. ولكن أنتوا بتعرفوا أنه حقيقة التلاميذ مرمرون وكل كنايسنا الشرقية بتتمسك بالصوم أكثر من غيرها. كلنا بنمسط فيه، تعلمناه من جدودنا، لأنه هيدا الاختبار كمان كان اختبار الله. صوم معناته مش تعذيب النفس أبداً، ولا التخلي عن الأشياء الطيبة هيك بس لأنه عم بتخلى عنها. صوم هو تحدي بيني وبين حالي، مين أهم، الله ولا المادة، الله ولا البني. وأنا كل يوم بصوم بعمل عمل رمزي، شيء شيء له رمزيته، إني أقول لحالي أنا اليوم عم بختار الله، أنا اليوم عم أقول الله هو الكنز ومش المصريات. كتير ضروري نرجع نعمل هيك. أخوتي الصوم هو عن جد إني أنا أقول بدي الله، وإني أنا مقتنع إنه الله كنز. لاحظوا إنه بفترة الصوم الكنيسة بتغير ألوانها، بتشيل الأبيض وبتلبس هاللون الفيولي البنفسجي. كتار منا بيفكروا إنه البنفسجي هو ما بعرف هيك، البعض بيقولوا إنه لون التوبة، ماشي الحال، بس بالحقيقة منه هيك. لون البنفسجي هو لون السماء، لحظة شروق الشمس. إذا شي يوم حدا منكم عمل نوي بلانش تسحر كل الليل، وإذا ما عملتوها عملوها، قبل ما تطلع الشمس السما بتكون سودة، وبلحظتها لدقيقة دقيقتين ثلاثة بتاخذ هيدا اللون. لكن الصوم هو بهيدا معناته. أنا المتمسك بالله واللي حياتي ما رح بتكون سهلة، أنا واثق وعارف إنه الله شيء، وإنه منه رح يتركني، وإنه الله قريب. هيدا هو الاختبار المسيحي الأساسي واللي نحن مدعوين عليه. أنا كمان بوقع بهي التجربة 100 مرة، بسأل حالي أقول لك الله معي،
وبشك وبخاف وبوقع. اوعكم تفكروا اني هالقد قوي او اقوى منكم، لا، انا كمان بمرق بهي التجربه، بس كل مره بصوم، كل مره بشوف هيدا الفيولي، كل مره بعمل هذا الاختبار برجع انا بذكر حالي انه لا، الله قريب، احبي هون ومش رح يتخلى عني، والله ما بيتخلى عني، لانه انا متاكد انه كلكم اللي قاعدين بالكنيسه اختبرتوا باللحم والدم انه لو الله ما كان معكم كل واحد فيكم ما كنتوا اليوم هون. كم مشكله مرقنا فيها، كم مصيبه لقيناها ورا الباب، كم مره حسينا انه الدنيا رح تخلص ورجعت ما خلصت، لانه رحمه الله بعدها موجوده. المصيبه انه هالاشياء دائما بننساهم، بس ترجع الايام الحلوه بننسى انه الله ساعدنا مره واثنين وعشره وعشرين. لكن بهاي فتره الصوم اذا بتريدوا مطلوب منا شغلتين، اول شيء نتذكر كم مره الله حبنا ووقف معنا، مش تحت لي نشكره، هو ما انه ناطرنا نشكره، تا انا بطل خاف، تا انا صير اعرف انه مبلا عندي بي بحبني وقف معي 100 مره، لكن الوقت اللي بدنا تجي المشهد على بكره انا مني وحدي، انا معي الله، انا مثلي مثل ما المرمى. والشغله الثانيه المطلوبه منا اذا بعد لهلا ما تاكدنا انه الله هو بينا وحدنا، معنا 40-50 يوم نختبر هذا الموضوع. عندك مشكل، عندك وجع، عندك شيء متعبك، حطه بين ايدي الله وساب لالله شيء مرة. صوم بهيدا المعنى، بطل تاكل تتقله لالله انت الالذ، وانا عن جد بدي اكون معك، رح اعمل هالشغله الصغيره تكون معك، مش تبطل اكل، بدي اياك، انت بيتي وانت عريسي. الله اذا ما اختبرناه ولا مرة ممكن نعرف إذا كان طيب ولا لا. بختم بهالقصة الصغيرة طولت عليها. بالحقيقة وقت اللي كنت بعدني عم بدرس بإيطاليا كان يجوا كتير الشباب، بتعرفوا بأوروبا ما في التزامين قد البلدان الشرقية، يجي لعندي عدد كبير من الشباب ويسألوني أبونا شو يعني إيمان؟ شو يعني إيمان؟ كيف ما بتشرحلو يا هيدي؟ وأنا كمان ما طلعت معي، بعدين لقيت هيك طريقة مهضومة. بقى وقت يجي لعند الشاب ويقول لي شو يعني الإيمان؟ قل له ليك بدي خبرك خبري، أنا مني تلياني، أنا لبناني. قل لي أبونا تشرفنا. قل له ليك نحن بلبنان عنا أكلة طيبة اسمها التبولة. طلع في يديك مش خصيت إيه يعني. واقعد على رواق اشرح له كيف بيعملوا التبولة، بتجيب بقدونس، بتجيب بندورة، بتفرمها، بتحط بصل اكسترا، بوصف له اياها كلها سوا، هو بعده ناطر تشوف له وين بده يوصل. بس خلص الوصفه بساله شو طيب التبوله؟ وطبعا كان يجاوبني ابونا ما دقتها، كيف بدك اياني اعرف؟ كنت اقول له اذا صح التبوله ما فيك تعرف اذا كان طيب الا ما تدوقه. صار الله بدك تقعد من بعيد وتنظر كانه طيب ولا لا؟ ما في شيء. قرب، دوق يا خيي، يا بيعجبك وصحتين على قلبك، يا ما بيعجبك وفت، انا ماني عم بتكبش فيك، بس اذا بدك تضل قاعد بعيد رح بتضل كل عمرك هرديك تعمل حسابات، يمكن ايه يمكن لا، وشو بياكد لانه في الله مين قضي كل عمرك عمل حسابات؟ صدقني انت وحدك الخسران، لانه انا لقيت الله ولقيته كثير طيب، انا متمنى انك تاكل مثلي، بس انت حر. بهالصوم قربوا ذوقوا الله، جربوه، تحت اختبروه بهيدا المعنى، تحت تالي الواحد يعرف، وقتها عرفوا انه مارون مبسوط. لكن انتوا بتعرفوا انه حقيقه التلاميذ مرمرون وكل كنايسنا الشرقيه بتتمسك بالصوم اكثر.
مراحمك كلنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحنا الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. دخلت قدس أقدامك، دخلت بدم الأب القدوس أبدا، والمصلي يا قائدي الذي في السماء إلى أبد اسمك ليأتي ملكوتك إلى يوم مشيئتك. والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.